cette année, c'est en réponse bien évidemment à vos patience. عرف واحد اللقاء ديال واحد المجموعه ديال الفعاليات وطنيه وكذلك دوليه. الهدف ديال هذا اللقاء وهو يعني المناقشه حول الموارد البشريه في قطاع الصحه. في هذا الاطار كانوا واحد المجموعه ديال التدخلات، وكانت المناقشه خاصه على كيفيه يعني الخروج من هذه الازمه ديال الموارد البشريه في القطاع الصحي، سواء القطاع الصحه القطاع العام او كذلك القطاع الخاص. فمن بين الحلول اللي تقترحت واللي باشرتها وزاره الصحه وهو التكوين، وفي هذا الاطار غيكون التكوين ديال الاطباء في هذا الباب. واحد المجموعه ديال الجهات كبلي ملال كذلك قلميم كالرشيديه غادي يعرفوا ان شاء الله افتتاح ديال كليه الطب بلي ملال. غادي يكون عندنا 150 طالب اللي غيولج كليه الطب في ست السنه الدراسيه الجامعيه المقبله ان شاء الله، يعني 23 24، كذلك في الجهات الاخرى. بالنسبه للممرضين فالمعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه ديال جهه بني ملال خنيفره عرف واحد الطفره جد مهمه، انه العام الماجي غادي ذاك العدد ديال الممرضين او الطلبه اللي غادي يتم التكوين ديالهم في المعهد سوف سيضاعف، وهذه بادره من البوادر الجيده اللي ان شاء الله غادي تمكننا اننا نخرجوا بها من هذه الازمه اللي كيعرف القطاع ديال الصحه، بالاضافه الى امورات اخرى اللي هي التكوين المستمر ديال الممرضين ديال الاطباء، الشيء اللي غادي يحفزهم وغادي يجعلهم زعما يعني كيحبوا العمل ديالهم والمهنه ديالهم. وبالطبع كذلك غتكون واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي الهدف منها وهو تجويد وتحسين الخدمات الصحيه المقدمه سواء في المراكز الصحيه المستشفيات او كذلك في القطاع الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيل الورصافي، استاذ مؤهل في علوم التدبير في جامعه الحسن الاول بسطات. تشرفت انني اليوم نكون منسق ديال هذه الطاوله المستديره على واحد الموضوع اللي عنده اهميه كبيره حاليا في المغرب، لانه جاء في خضم النقاش ديال اصلاح قطاع الصحه، وبالتالي فكانت هذه مبادره ديال مشاركه في النقاش خصوصا في كل ما يتعلق بالموارد البشريه، اللي الجميع يعلم انها احد الركائز المهمه في هذا الاصلاح المرتقب. وبالتالي اليوم استدعينا مجموعه ديال المتداخلين يعني في قطاعات متعدده، منهم من يمثل مؤسسات التكوين، منهم من يمثل كذلك المتدخلين في قطاع يعني المصحات الخاصه والمستشفيات العموميه. وكان النقاش غني وحاولنا اننا نتناولوا الاشكاليات ديال القطاع واقتراح حلول اللي ممكن انها تساهم في تاهيل ديال الموارد البشريه. يعني لو تيم ديال هذه الندوه كان حول الموارد البشريه يعني في افق الاصلاح المرتقب، واستدعينا مجموعه من الخبراء منهم من يمثلون جامعات فرنسيه واجنبيه. وكان الهدف هو اطراء النقاش يعني لانه دائما فاش كيكون شي اصلاح هذا الجانب ديال تاهيل الموارد البشريه ربما ما كيحضاش بالاهميه اللازمه، وبالتالي اليوم حاولنا نثيروا الانتباه ديال جميع المتدخلين انه باش ينجح الاصلاح فضروري من العنايه بهذا القطاع ديال الموارد البشريه.